يعني ابحث عن الديانة الوثنية دين العرب قبل الإسلام تلقى أنه يتطابق مع الإسلام في أشياء كثيرة. العرب كانوا يعبدون الأحجار، حنا نصلي الحجر أسود نسميه كعبة ونقول هذا بيت الله. خلونا نتكلم القمع الديني. يلا ها رد الحين، رد الحين تفضل. واللي يبي يحاورني يراسلني على الإيميل واطلع معاه لايف في الإنستغرام، وأنا عارف إن أبي أطلع لايف مع شخص متدين الآن تكفون جرائم كلها. فأنا غني عن الدين، غني عن الله، نعم أنا غني عن الدين كله، ما بي الدين ذا أخذه للبيع، للبيع ما حد سامه. أنا أنتم كلكم تعرفون توجه الديني كيف، لا ديني أؤمن كل الأديان أنها صح، الإسلام صح، اليهودية صح، النصرانية صح، البوذية صح، الهندوسية صح، كل الأديان صح. مؤمن إن كل الأديان صحيحة.